السلام عليكم، ايش لكم شباب؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم فيديو جديد من لعبه فري فاير. لا تنسون اللايك والاشتراك، مشاهده ممتعه. السلام عليكم، ايش لكم شباب؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم فيديو جديد من لعبه فري فاير. لا تنسون اللايك والاشتراك يا اخوان. خليكم ويا الفيديو يا اخوان، اهم شيء لايك والاشتراك يا اخوان. اخر فيديوهات قاعد انشرها الدعم قليل، ما اعرف ليش، فعادي يا اخوان حتى لا الدعم يقل بعد اكثر ان شاء الله مستمرين والطريق الى اعلى المراتب ان شاء الله يا اخوان. المهم يا اخوان، عفوا من هاي السوالف، وين نجيكم يا اخوان فكره مقطع اليوم. اول شيء يا اخوان، النشاط حاليا فول 5900 يا اخوان، نشاطنا فول ويعني حسب الاصول، فول وعلى حسب الاصول يا اخوان. حاليا احنا تو 39 على العراق يا اخوان، تعرفون شيء 39 على العراق، كلان نشط فول يا اخوان. حاليا 7547 يا اخوان، وهاي اعضاء الكلان، وشكرا لكل من ساهم. لا يا اخوان، اريد اطلع قائمه المتصدرين الفرديين، لان ذول اهم اشخاص ساهموا برفع حروب الكلانات. هسه يا اخوان بس ثواني يا اخوان، هنا عندنا اول واحد برازيلي، كفو عليك برازيلي، اقوى شخص مساهم بحروب الكلانات، وهاي الباقي يا اخوان تجي بالترتيب. فيا اخوان هاي هي، اشرح لكم شيء سريع يا اخوان. اليوم فكره مقطع اليوم، راح نحرك البوي باس، راح نصرف 300 جوهره. مثل ما تشوفون يا اخوان حاليا عندنا 1807 جواهر يا اخوان، راح نشتري البوي باس اللي هو هاي الجوائز اللي بيه، مظله وافاتار وبنر وشفقه يعني يا اخوان، واللوت بوكس صندوق الغنائم، وسكن الفتاه، وهذن المميزات، وزلاجه زائد قنبله، ويساوي يا اخوان السنايبر الجديد، ويا اخوان عصا، والجنطه هاي يعني يا اخوان هاي الجنطه، وهاي الرقصه مثل ما تشوفونها اللي هي على الحصان، تركيب البايت، وسكن الرجل او سكن الشاب مثل ما تشوفونها يا اخوان. هاي راح نحرقها وياكم، نجي يا اخوان ندوس ترقيه، زائد ما راح نشتري ابو 800، راح نشتري ابو 300. مثل ما تشوفون راح يا اخوان نحصل هاي الجوائز كلها جوائز اسطوريه يا اخوان، والله في اشياء كل شيء اشياء. فيا اخوان راح نشتريها كلها، فانت دسنا اوكي واشترينا يا اخوان، صار البوي باس بريميوم. فمثل ما تشوفون يا اخوان اشترينا هذا البوي باس، يعني يا اخوان تكمل هاي الاشياء، مفتوح 5 مرات، تهانينا تصريح بويا لك الحصري، اضغط للاستمرار، وحصلنا هاي المميزات، 4 فتحات رقص بويا، يعني 4 اماكن للرقص، واعلان قتل، واشاره الملف الخاصه بي. المهم يا اخوان ندوس اوكي، وراح يا اخوان ندوس الحصول على الكل، وراح نحصل كل الجوائز بضغط الزر، والحصول على الكل وعلى الكل وليس الكل. نجي يا اخوان، عندنا حصلنا هاي الاشياء، عندنا حصلنا 600 جولد، سكن الفتاه وسكن الشاب، وحصلنا هذا صندوق الحيوانات، زائد 13 مكعب، زائد تطوير سلاح ايفو، وهاي الزلاجه والجنطه مثل ما شفنا يا اخوان، ورقصه والى اخره، و1500 هنا عندنا جولد، وسكن سياره. المهم يا اخوان دسنا حسنا، حاليا عندنا هنا 52 عفوا بالاخير، هاي عفوا بالاخير، مثل ما شفنا يا اخوان صرفنا 300 جوهره. هسه نجي يا اخوان نجي الى الرقصات، اوفوا لنا يا شباب، فتحت لنا هذين 3 رقصات الى المجموعه، عندنا هاي الجنطه هاي ليفل 2 وهاي ليفل 1 وهاي ليفل 3، احنا نظل على هاي الرقص مالتنا، عندنا المزلاجه نحول على هاي المزلاجه الجديده، المركبه نجي عندنا هاي المركبه، ثواني يا اخوان عندنا هاي المركبه، بس يا اخوان هاي اقوى المركبه في الياها، حصلنا هاي المشتقات، وحصلنا هذين الصندوقين، وحصلنا هاي المشتقات يا اخوان. نجي حاليا الدور الى السكن، الى السكن نلبسه بشكل كامل، بس نضيف الى اضافه بهو اضافه القناع مالتنا يا اخوان. فانتاستيك فانتاستيك يا اخوان. فمثل ما تشوفون يا اخوان حرقنا البوي باس وصرفنا 300 جوهره، ويا اخوان حاليا البوي باس من تدخل على الملف الشخصي مالتي راح يطلع باللون الاصفر مثل ما تشوفون. بس ثواني الانترنت شويه يا اخوان يحمل، مثل ما تشوفون هذا البوي باس، و 2 3 4 5 بوي باس صارفين على الحساب. في اخوان هنا وصلنا نهاية الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك، نلتقيكم بفيديو جديد، ونختم الفيديو بصلاة على محمد وآل محمد، مع السلامة.